بونجور للكل، نحن حنشوف السوليسيون تبع الكنترول أنس كالعادة. الديفوار موجود قدامي، عم شوف شو صح، بارتي الغلط برجع بصلحها بإيدي، ما بيكفي أفهم الحل. رح نبلش بتلخيص الضمة. قدامنا حطينا إيكواسيون عتينية 5 أش 2 سي 2 أو 4 مع 2 أم أن أو 4 موان 6 أش بلس بتعطي 2 أم أن 2 بلس مع 10 سي أو 2 8 أش 2. حطينا في 1 هي 100 مليلتر سوليسيون اسيديفيه كامل او 4 اسيديفيه، طبعا بيعني انه اش بلس اونيكسي، سوليسيون اسيديفيه دائما اش بلس اونيكسي. سي 1 هي 0.01 مع في 2 100 مليلتر اش 2 سي 2 او 4 سي 2 هي 0.1، وحطوا معهم ام ان اس او 4 يعني ام ان 2 بلس عفوا ام ان ان او 3 دو فوا مش ام ان اس او 4. النمبر دي مول ام ان 2 بلس حطوها هي 0.4 مليلتر. بالبداية كالعادة بدنا نجيب ال N initial، ال N initial بدنا نستعملها بكل شيء، أنا دغري عم حطها على التلخيص. N لل M N O 4 مو initial 0.01 فوا 100 فوا 10 بوسونس موان 3 يعني 1 فوا 10 بوسونس موان 3 مول. N لل H2 سو 2 O 4 initial هي C2 فوا B2 يعني 0.1 فوا 100 فوا 10 بوسونس موان 3 10 فوا 10 بوسونس موان 3. ال M N 2 بلس initial 0.4 مع علامة استفهام، وهي إنه لأول مرة عم بيحطوا برودوي بأول رياكسيون. يعني الـ MnO4 موان هو رياكتيف، H2SO4 رياكتيف، سوليسيون H بلس، سوليسيون أسيديفية H بلس موجود، بس ليش حطوا Mn2 بلس؟ هذا حنشوفه خلال الإكزرسيس. السؤال الأول ديتيرميني لو فوليوم دو CO2 ديجاجي على فان دي رياكسيون، معودين مجرد ما نذكر فان دي رياكسيون بدي يفكر بالرياكتيف ليميتان. مين هو الرياكتيف ليميتان؟ هو اللي بده يحدد نهاية الرياكسيون. بدو يجيب رياكتيف ليميتان، ورياكتيف ليميتان ما بنحط رياجي بنحط انيسيال. بدنا نجيب الرابور لام ان او 4 موان، طبعا بنقول لهم دابري لي كوفيسيون ستوكيومتريك هي ان للام ان او 4 موان انيسيال سور 2 يعني 1 سور 2 0.5 فوا ديسونس موان 3. رابور لاش 2 سور 2 او 4 هي ان لاش 2 سور 2 او 4 انيسيال سور 5 10 فوا ديسونس موان 3 سور 5 2 فوا ديسونس موان 3. رابور لام ان او 4 موان اصغر من رابور لاش 2 سور 2 او 4، ام ان او 4 موان هو الرياكتيف ليميتون. معناتها بنهاية الرياكسيون رياكتيف ليميتون راح يروح كله، يعني بحق لي حط ال N رياجي قد ال N انيسيال. À la fin de réaction, N de MnO4 moins initial sur 2 égale N de CO2 formé sur 10. N de CO2 formé هي 10 sur 2، عم ديسبلا تروح لهون، يعني 5. N de MnO4 moins initial بتطلع 5 فوا 100.3 égale V sur Vm، جبنا ال V بتطلع 0.12 ملليتر يعني 120 مللتر. بارتي تاني كالكولي لا كونسنتراسيون انيسيال دي زيون ام ان او 4 موان، معودين عليا واحد بيقول لي 0.01، لا لما زدت فوق منهم اش 2 سو 2 او 4 كل سوليسيون اكواز تعتبر مي، كاني زدت فوق منهم 100 مي، فزدت فوق منهم 100 مي الكونسنتراسيون بدها تقل. اكيد دي رح تصير بالمنطق، هي 100 وزدت 100، الفوليوم زاد مرتين الكونسنتراسيون بدها تقل مرتين 0.01 سور 2 يعني 5 فوا 100.3. أو الطريقة اللي نحن موجودين عليها وشدد نكتب هيك. ديران لي ميلونج لما أنا خلطتهم مع بعضهم إليا ديليسيون. لي نومبر دي مول دي سوليتي أبورتي أكسون هون إي كونسيرفي. نومبر دي مول دي سوليتي اللي عم حطها بدل متبعي. كونسنتراسيون لما أنا أوكاتر موان إنيسيال اللي هي بقى طبعا بقصد إنيسيال بالنسبة للرياكسيون، بس بالنسبة للديليسيون هي سي فينال. سي أفون اللي هي سي إنيسيال 0.01 fois V initial 100 à la V finale 200 et l'aîné jamais. 0.01 fois 100 sur 200, 5 fois 10 moins 3 mol litre moins 100. بأكد كل شيء بدي اشتغله مجبور استعمل هي هي ما فينا نستعملها الا تنجيب منها ال N initial. ال N initial فينا نجيب CI fois VI. السؤال اللي بعده تراسي sur un papier millimétré la courbe MnO4 moins égale FTT dans l'intervalle de temps 0,8. L'intervalle de temps infi, il va aller 0, il va aller 8, mais il n'y a pas de 0 dans le tableau de l'exercice. On a l'échelle 2 cm 1 minute dans l'abscisse et 1 cm 0,4 en ordonnée. On va voir le graphe. C'est le graphe. On va voir l'axe. بدو ينحط شو في فوق شو في تحت. هون الكونسنتراسيون ال MnO4 موان فوا ديسونس موان 3 مول لتر موان زان، وهون تي اون مينيت.
على العكس بنرقم الاشياء 0.4 0.8 لانه كل وحده هي 0.4 ملي مول، يعني 0.4 فاديس بسنس 1 تروا مول. نحن ماشيين هون كل مربعين يعني كل سنتيمتر 0.5. شو بعمل؟ بقسم على الفالور بيطلع كم مربع. هنشوف نحن يعني مثلا اول نقطه مثل ما شفنا قبل طلعت 5 فاسنس 1 تروا، نقسم 5 على 0.4 بيطلع 12.5. 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12.5. تاني نقطة بنقسم الفالور يلي هي عطينا اياها 3.25 على 0.4 بيطلع كم كارو عندنا. فاذا ويت فيرجل من عند النقطة مربع 2 3 4 5 6 7 8 فاصلة 1. تالت نقطة هي 2.1، كمان نحن عم نقسم 2.1 على الاشياء اللي هي 0.4 تنشوف كم مربع كم سنت. بيطلع 5.2، بنحطها مربع 2 3 4 5 فاصلة 2. نحن وش هنرجع لورقة الأجوبة. Partie libre justifier graphiquement comment varie la vitesse de la réaction en fonction du temps. كيف عم تغير السرعة مع الوقت. أول شيء لازم تعرف السرعة الـ vitesse instantanée. Instantanée يعني D لأنه أنا راسم رياكتيف موان D concentration MnO4 موان على DT. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse. L'opposé de la pente de la tangente diminue, alors la vitesse de disparition des ions permanganates diminue et par suite la vitesse de la réaction les ions diminue. فإذا أول شيء لازم تعرف الفيتيس هي دي، بس لأنه رياكتيف موان دي. إذا في عندنا مشكل في فيديو عن الكور تبعه بنحفظه مظبوط. Graphiquement, c'est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse. L'opposé de la pente de la tangente diminue, alors la vitesse diminue. على الجراف لازم نعمل ثلاثة تانجانت مثل ما حنشوف. هيدي أول تانجانت. هيدي تاني تانجانت. وهيدي تالت تانجانت. الطريقة موجودة عندكم بكور اسمه فارياسيون دي لا فيتيس، بتقدروا ترجعوا تشوفوه بالتفصيل. Partie 5. Tracer l'allure de la courbe N la CO2 en fonction du temps égale G de T en passant par 3 points T égale 0, T égale 4 minutes, T égale 7 minutes. Déduire la vitesse moyenne de formation de CO2 entre 0 et 4 ou être une échelle. L'allure واضح يعني بدي اجيب ال N la CO2 على 0, N la CO2 على 4 و N la CO2 على 7. من مين؟ من ال MnO4 موان. نحن بنعرف انه بأي وقت بيعطونا واحد لازم نقدر نجيب التاني. حنبلش بداية T equal 0 ما بيكون في CO2 لأنه CO2 برودوي N لل CO2 0. T equal 4 minutes بنعمل رابور بين CO2 وال MnO4 موان. N لل CO2 فورمي هي 10 N لل MnO4 موان رياجي سور 2 لأنه CO2 فورمي سور 10 MnO4 موان رياجي سور 2 equal 5 fois. N لل MnO4 موان رياجي بنحط محلها N initial moins N restant. 5 fois N initial MnO4 moins مانا مضيعين A fois l'essence moins 3. N restant بنحط محلها الكونسنتراسيون الموجودة بالتابلو لأنه نحن صرنا كتير عم نشوف إنه إذا ما حطوا شيء هي بتكون الريستون ضرب الفوليوم للسورس. 5 fois A fois l'essence moins 3 الكونسنتراسيون الموجودة بالتابلو هي 0.87 fois l'essence moins 3 fois 0.2 بيطلع عندي جواب 4.13 فاديس بسنس 1 3 مول. بنرجع على تي ايجال 7 مينوت نفس الشغل تماما. على تي ايجال 7 مينوت ان لل سي او 2 هي 10 ان لل ام ان او 4 مو رياجي سور 2 دي سي او 2 يعني 5 ان انيسيال مو ان ريستون ان انيسيال ان فاسونس 1 3 الان ريستون هي كونسنتراسيون فوا فوليوم لا سوليسيون بتطلع 4.78 فاديس بسنس 1 3 مول. بدنا نرسم الاليور، حفرجي الاليور لحتى تقارنوا مع الصوره اللي انتم رسمتوها. هيدا الاليور تبع الكورب، اول نقطة زيرو، هيدي التانية وهيدي التالتة وبنوصلهم ببعضهم. اكيد مش كتير ظابط على اول، نحنا المفروض يبلش بهالطريقة هيدي، سو البروجرام رسمه هيك مانا مشكلة، نحنا عم نرسم شكل كورب. الفيتاس المويان متل ما حنشوف هي دلتا ان على دلتا تي، يعني الان على الكاتر يلي هي 4.13 في سنس موان 3 موان ان على 0.0 على 4 موان 0 بيطلع 1.0325 فايسونس موان 4 شو انت مول، والتي بالمينوت
كونيتي مول مينيت موازا، بدي انتبه كثير عم يحطوا مول سلاش مينيت، اكيد لا مول مينيت موازا، لو كان هي كونسنتراسيون كانت مول لتر موازا مينيت موازا. بنكمل مع البارتيسيس. Déterminer la vitesse moyenne de disparition de H2SO4 en t égale 0 et t égale 6 minutes. Déduire la vitesse de l'extraction. بالبداية نحن حسب ما موجود بالتابلو معنا الـ MnO4 موان. نجيب t égale 2 minutes, concentration MnO4 موان 2,1 مليمول لتر موان. À t égale 6 minutes, 2,37 مليمول لتر موان. طبعا مليمول يعني فوا ديسونس موان 3. نجيب الفيتيس موان للـ MnO4 موان هي موان دلتا concentration. MnO4 موان على دلتا تي بيساوي طبعا بالطرح نطرح الكبير ناقص الصغير على طول الفيتيس بوزيتيف مستحيل يطلع فالور لفيتيس نيجاتيف 2.1 فاسونس موان 3 موان 0.37 فاسونس موان 3 على 6 موان يطلع عندي 4.325 فاديس بسونس موان 4 شو الانتي هون مول لتر موان زا مينيت موان زا. طبعا نعرف انه الفيتيس فينا نعمل له رابور ستوكيومتريك يعني فينا نقول لهم الفيتيس للرياكسيون هي الفيتيس ال H2SO2 او 4 سور 5 فيتيس ال MnO4 موان سور 2 فيتيس ال H بلس سور 6 اتسترا. هالرابور هيدا بنسميه فيتيس للرياكسيون. دابري لي كوفيسيون ستوكيومتريك فيتيس ال MnO4 موان على 2 ايجال فيتيس ال H2SO2 او 4 على 5. فيتيس ال H2SO2 او 4 هي 2.5 فوا 4.35 فوا 4.325 فوا 5.4 يطلع ايجال 10.825 فاس 11.4 مول لتر موان زا مينيت موان زا. فيتيس لا رياكسيون هي الفيتيس لاش 2 سو 2 او 4 على 5 2.1625 فاس 11.4 مول لتر موان زا مينيت موان زا. حال ننتقل للبارتي 7 اتابلير ان ريلاسيون انتر لا كونسنتراسيون دي ام ان او 4 موان اي لا كونسنتراسيون دي ام ان دو بلس كانت اصعب بارتي بهذا السؤال. بنبلش بالبداية ان لام ان او 4 موان رياجي ايجال ان لام ان دو بلس فورمي. طبعا نحن معودين انه الام ان دو بلس فورمي هي الام ان دو بلس بقلب الرياكسيون، بينما هون في معطى جديد انه هو ام ان دو بلس كان فيه 0.4 ملي مول. طب اذا الرياكسيون عطت 0.3 رح يصيروا 0.4 كيلو من الاول و 0.3 تالفوا، يعني النمبر دي مول توتال رح يصير 0.7 ملي مول. فاذا النمبر دي مول ام ان دو بلس بقلب السوليسيون هي النمبر دي مول انيسيال زائد النمبر دي مول فورمي. طبعا اول مره بنشتغل هيك لانه بالقبل ما كان يبقى في ام ان دو بلس بالاول، كان يبقى زيرو بالبرودوي تالف 0.2 يعني ام ان دو بلس فورمي هو 0.2 هو النمبر دي مول ام ان دو بلس توتال. معناتها هون الان للام ان دو بلس اوتونتي هي الان انيسيال 0.4 بلس ان فورمي، معناتها الان فورمي هي الان للام ان دو بلس موان 0.4. فاذا حنرجع نكرر الان للام ان دو بلس بالسوليسيون هي 0.4 بلس ان فورمي. اذا ضعنا نحط نكتبهم على ورقه وقلم تنتاكد، يعني الان فورمي هي الان توتال ناقص 0.4. حطينا محل ان فورمي هي ان للام ان دو بلس ناقص 0.4 ملي مول يعني فوا ديسبسونس موان 3. ان للام ان دو بلس ريستون هي ان انيسيال موان ان رياجي، الان انيسيال ان فوا ديسبسونس موان 3 موان ان رياجي مبدلها بهدول يلي هن ام ان دو بلس موان 0.4 فاسونس موان 3. بتطلع 1.4 فاسونس موان 3 موان ان للام ان دو بلس. خلصت على النمبر دي مول نقسمهم على في كالعاده، في لا سوليسيون ايغال كونستون ديفيزون بار في. بصير عندي ان على في هي كونسنتراسيون ام ان او 4 موان 1.4 فاسونس موان 3 على 0.2 موان ان على في بتصير كونسنتراسيون. بيطلع ريلاسيون 7 فاسونس موان 3 موان كونسنتراسيون لل MN2+. بارتي الأخيرة إتابلي ريلاسيون أنتر لا كونسنتراسيون دي MNO4 موان إي لا كونسنتراسيون دي H2SO2O4. بدنا ريلاسيون بين ال MNO4 موان وال H2SO2O4 أشاك إنستون. اثنين رياكتيف صرت بعتقد تالت مرة بنشتغل فيها هيك ريلاسيون. نبلش بالبداية N لل MNO4 موان رياجي هي 2 سور 5 هون في N لل H2SO2O4 رياجي. ان للامانو 4 موان ريستون هي ان انيسيال موان ان رياجي. ان انيسيال هي ان فاسونس موان 3 الان رياجي مبدلها بقيمتها يلي هي 2 سور 5 ان للامانو 4 موان ان للاش 2 سور 2 او 4 رياجي. ان فاسونس موان 3 موان
طبعا بدهم اياها ريستون. دوسيور 5 الان للاشتوسيدو 4 ياجي بحط محلها انيسيال موان ريستون. فاذا شلت الاشتوسيدو 4 ياجي حطينا انيسيال موان ريستون. ان فاسونس موان 3 موان 2 فوا 10 فاسونس موان 3 على 5 بلس 2 ان للاشتوسيدو 4 ريستون على 5. هي 2 سير 5 ان للاشتوسيدو 4 ريستون موان 3 فوا 10 فاسونس موان 3 لانه بيطلع معي ان فاسونس موان 3 موان 20 سير 5 4 فاسونس موان 3 ان موان 4 بيطلع 3 فاسونس موان 3. تصير كونسنتراسيون بدنا نقول لهم في لا سوليسيون ايجال كونستانت ديفيزون بار في بصير عندي الكونسنتراسيون لما انه 4 موان موان 3 فاز سونس موان 3 على في اللي هو 100 و100 200 طبعا فوا 10 بسونس موان 3 يعني الفوليوم للسوليسيون بصير 0.2 بلس 2 سور 5 هي 0.4 ضرب ان بدي اقسمها على في بتصير كونسنتراسيون اش 2 سور 2 او 4. الجواب النهائي ايجال موان 15 فاز سونس موان 3 بلس 0.4 كونسنتراسيون للاش 2 سور 2 او 4.